أصدقائي، سأتلقى اتصالاتكم وسأطرح عليكم أسئلتي، وأريدكم أن تجاوبوني بسرعة وبنشاط وحيوية، وأريدكم أن تعتمدوا على أنفسكم في إيجاد الحل الصحيح. 00200 ومن خارج البحرين 00973900333. والآن أصدقائي، غير موجود في النهار، سهل جدا، فكر قليلا. شيء موجود في الليل وغير موجود في النهار. قمر. نعم قمر ولي. نعم قمر ولي. القمر والنجوم. القمر والنجوم، نعم صح، أحسنت يا صديقي إحسان، شكرا لك، واسمح لي أن أخفض صوت التلفاز من فضلك قليلا فقط. صديقي، سأطرح عليك السؤال، ما هو أقرب نجم إلى الأرض؟ القمر. نجم يعطي حرارة قليلا. الشمس. اقترب، نجم يعطي حرارة قليلا للأرض. من يعطي الحرارة للأرض؟ عبد الله. الشمس. صح، نعم إنها الشمس، أحسنت يا صديقي. اسمح لي أن أتلقى محطة سباستون جميلة. شكرا لك يا صديقتي، نحن نحاول دائما أن نقدم ما هو مفيد لكل الأصدقاء. شكرا لك وتحياتي لك. سأسألك سؤالا، هل أنت جاهزة للإجابة؟ نعم. اسمع السؤال بشكل جيد، في أي مكان في الأرض يكون الصيف قبل الخريف؟ هل يكون الصيف قبل الخريف عادة في مكان ما من الكرة الأرضية؟ طبعا. الصيف هل يأتي قبل الخريف أم ماذا؟ نعم، عندنا في منطقتنا يأتي الخريف قبل الصيف؟ لا. أها، ماذا؟ الصيف يأتي قبل الخريف. نعم جيد، الصيف دائما يأتي قبل الخريف، أليس كذلك؟ نعم. إذن في كل مكان. نعم. جيد يا صديقتي، شكرا لك، واسمحي لي أن أتلقى فني. نعم. حاضر يا صديقتي، هذا أمر محرج قليلا. حسنا، سأغني لك أغنية سمعتموها دائما. هل تغنين معي أم لا؟ لا أعرف ماذا ستغني. سأغني أكتشف الغامض والمثير. هل تعرفين هذه الأغنية جيدا؟ لا. لا، إنها دائما في برنامج كونان وفي حلقاته. سأغنيها، غني معي هيا. يكتشف الغامض والمثير، يستنتج بالعقل الكبير، كونان الرجل الصغير، يسعى دائما، دو المحقق كونان. هل هذه الأغنية جميلة يا صديقتي؟ نعم. شكرا لك، والآن سأطرح عليك سؤالا أتمنى أن يكون سهلا. هل أنت جاهزة؟ نعم. أخبريني، هل تعرفين ما هو شعاري أولا قبل أن أطرح عليك السؤال؟ لا أعرف. فكر. لا تعرفين؟ حسنا، سأقوله في نهاية الحلقة، فقط اسمعوه جيدا واحفظوه. صديقتي، سأطرح عليك سؤالا، ما هو الحيوان الذي ينام معلقا من رجليه؟ الخفاش. جيد جدا، أحسنت، نعم إنه الخفاش.
إنه حيوان ينام وهو معلقا بالرجلين. شكرا لك يا ساجدة، واسمحي لي أن يكون سهلا. اسمحي لي جيدا. كونان. نعم. أنا لا أسمعك جيدا. لماذا يا صديقتي؟ هل أرفع صوتي قليلا؟ نعم. سمعتيني الآن بشكل جيد أم ليس بعد؟ نعم بعض الشيء. اسمعي يا صديقتي. نعم. أي جسر يسمى جسر المحبة؟ هناك جسر يسمى جسر المحبة، هل تعرفين ما أين هو؟ لا. فكري قليلا. ساعدني قليلا يا كونان. يصل بين مدينتين قريبتين إلى هنا. السعودية وال قطر. البحرين. السعودية و بحرين. نعم صح، جسر المحبة يصل بين البحرين والمملكة العربية السعودية. اذهب الى المدرسة. في اي صف؟ صديقتي انا في الصف الثاني الابتدائي. شكرا لك واسمحي لي ان اتلقى اتصالا جديدا. ترفيهي قليلا، هل انت جاهز؟ نعم. اسمع، لماذا لا نرى، لا نستطيع أن نرى نهاية الأرض؟ لماذا؟ ماذا هو السؤال؟ لماذا لا نستطيع أن نرى نهاية الأرض؟ أنا أنتظر الإجابة. لأن الأرض كروية. صح، أحسنت يا صديقي، لأن الأرض كروية. شكرا لك يا صديقي. كونان كونان يجمع آثارا وأدلة. أنا كونان. كونان يرتبها تعطيه الحل. علكة كونان الآن في أسواق المملكة العربية السعودية، إنتاج شركة خير كلاس وأولاده العالمية. اجمع صور المجرمين الأربعة واحصل على إحدى الجوائز التالية: طابة صينية، آلة حاسبة، شريط فيديو كونان الجزء الثاني، تيشيرت، ساعة يد. توزيع جدة، مؤسسة الخطيب، الرياض، مجموعة مسيان للتسويق. أصدقائي اسمحوا لي أن أتلقى اتصالا من صديق، فكري فيه قليلا. جيد؟ حسنا. اسمعي، ما البيت الصغير الذي لا باب له ولا نوافذ؟ بيت صغير لا باب له ولا نوافذ. بيت الشعر. مكة. سأساعدك قليلا، لابد من كسره عندما يخرج صاحبه منه. ماذا يا صديقتي؟ القلب. كيف نكسر القلب عندما نخرج منه؟ ها ماذا؟ بيت صغير لا باب له ولا نوافذ، ولا بد من كسره عندما يخرج صاحبه منه. ساعدني يا كونان. أكثر من هذا يا صديقتي. يخرج منه شيء صغير يقول كوي كوي كوي. البيضة. نعم إنها البيضة. أحسنت يا صديقتي، إنها البيضة. نعم، عندما يخرج الصوص من البيضة لابد له أن يكسر البيضة حتى يستطيع الخروج منها، ليس كذلك؟ أجل. أجل، نعم صح، شكرا لك. أعرفي إجابته لأنك من سوريا. ما العاصمة العربية التي تعد أقدم عاصمة في التاريخ؟ دمشق. صح، أحسنت يا صديقتي، إنها دمشق، إنها من أقدم العواصم العربية. أن تزورنا إن شاء الله. سأقوم بزيارتكم يا صديقتي إيمان. شكرا لك وتحياتي لك وإلى اللقاء. أن تجيبني عليه بدقة. هل أنت جاهز؟ جاهز.
جيد، اسمع السؤال جيدا. هل تعرف ما هي وظيفة الكريات البيضاء في الجسم؟ ما هي وظيفة الكريات البيضاء؟ حسنا، انتظر يا كونان. أين أنت صديقي؟ هي سأبحث عنك. تقضي على الجراثيم. صح صديقي، صح، إن الكريات البيض تدافع عن الجسم وتقضي على الجراثيم. أحسنت يا صديقي. تعود من المدرسة، ماذا تفعل يا صديقي؟ ما هو أول شيء تفعله عندما تعود من المدرسة إلى البيت؟ أرتاح شوي أتغدى وذاكر. جيد، هل تعرف أنا ماذا أفعل؟ ماذا؟ أول شيء أغير ملابسي المدرسية. هل هذا فعل جميل؟ نعم. وأقوم بغسل يدي جيدا جدا، لأن هناك الكثير من الجراثيم المتراكمة عليها من جراء اللعب في الباحة، أليس كذلك؟ نعم يا صديقي. سأطرح عليك سؤالا، أتمنى أن تجيبني عليه بدقة. ما هو؟ هل أنت جاهز؟ نعم. جيد، ما أسماء أكبر ثلاث أهرامات في مصر؟ هل تعرف الأهرامات التي في مصر أم لا؟ هل هناك اختيارات؟ لا للأسف يا صديقي. دقيقة، فكر قليلا. هيا. ألو. نعم صديقي. ما كونان السؤال هو شنو؟ أنا أنتظر. الأهرامات الثلاثة اللي في مصر. ألو. نعم أنا سمعت الإجابة، ولكن قولها على الهواء الآن. خوفو. نعم. خفرع. منقرع. نعم صح، أحسنت يا صديقي. أخبرني، هل تساعدك ماما دائما هكذا؟ نعم تحياتي لك يا سيدتي، وشكرا لك، لقد كانت إجابتك صحيحة. اسمح لي أن أتلقى اتصالا آخر. ألو. نعم، هل هي زمن أم مسافة؟ زمن. هل هي، انظري إلي، أنت تشاهدين التلفاز؟ هل تشاهدين التلفاز أم لا؟ نعم. هل هي السنة الضوئية، هل هي زمن أم مسافة؟ مسافة. قولي للمرة الأخيرة، هل هي زمن أم مسافة؟ مسافة. نعم صح، أحسنت يا صديقتي. اجمع صور البوكيمونات، أذكى وأقوى الشخصيات، أبسط صورة قرب الصورة، دعها تقف بثبات. بوكيمونات. اجمع صور البوكيمون المحبب إليك، 5 بواحد. في كل علبة تجدون 4 صور لاصقة وصورة تركيبية. اجمعها الآن. بوكيمون. لقد عدت إليكم يا أصدقائي. سأتلقى اتصالا من صديق. لا سمح الله، في المدرسة. هل تقولين لبابا وماما عنها بصراحة أم لا؟ نعم. جيد جدا، أحسنت يا صديقتي. مودة، سأطرح عليك سؤالا، هل أنت جاهزة؟ نعم. تقول الأحذية، أطير دائما ولا أستريح أبدا، فمن أكون؟ سهل جدا، أطير دائما ولا أستريح أبدا. دقيقة وانسك. ساعدني يا كونان. شيء يطير دائما ولا يستريح أبدا، موجود حولنا كل الوقت. الهواء. نعم، إنه الهواء أو الرياح.
صح صح يا صديقتي، شكرا لك، لقد كانت شكرا لك. سأطرح عليك سؤالا سهلا جدا جدا، فقط فكري فيه قليلا. ما هو الشيء الذي له عين واحدة ورجل واحدة؟ شيء له عين واحدة ورجل واحدة. عين صغيرة. ساعدني يا كونان. عندنا شيء نستخدمه، لو أخبرتك ستعرفين الإجابة فورا. شيء حسنا نستخدمه في الحياكة. الإبرة. نعم صح، إنه الإبرة. شكرا لك يا صديقي. جاهز؟ جاهز. جيد، أريدك أن تكون جاهزا دائما. والآن يا صديقي، تقول الأحجية: لي أربعة أرجل ومع ذلك لا أستطيع المشي. هل تعرف طاولة؟ ماذا؟ طاولة. وماذا أيضا؟ الكرسي. نعم صح يا صديقي، إنها الطاولة أو الكرسي. هل رأيت؟ لم يكن سؤالي صعبا أبدا، أليس كذلك؟ نعم. شكرا لك يا صديقي، واسمح لي أن أتلقى الآن فقط. هل أنت جاهزة؟ نعم. اسمعي، ما الذي يرتفع إلى أعلى بينما تسقط الأمطار إلى الأسفل؟ عندما تسقط الأمطار نرفع شيئا إلى الأعلى، هل تعرفين ما هو يا صديقتي الجليلة؟ المظلة. نعم صح صح، إنها المظلة. أحسنتي أحسنتي، لقد كانت إجابتك صحيحة. شكرا لك يا صديقتي، واسمح لي أن أتلقى اتصالا من صديقتي أبرة. مهما حاولت أن تنزله، هل تعرفين ما هو؟ هل هو السحاب؟ ماذا؟ السحاب. طب دقيقة لو سمحت. حاضر. ألو. ألو نعم. هل هو القمر أو النجوم؟ سأساعدك قليلا، إنه شيء في اللغة العربية. يبقى مرفوعا مهما حاولت أن تنزله، هل تعرفين ما هو؟ ساعدنا قليلا. لقد ساعدتك، قلت لك إنه في اللغة العربية، شيء متعلق باللغة العربية فقط. هل هي الفتحة؟ صديقتي أنا أعتقد. هل هو الفعل؟ انظري. ماذا؟ الفعل. الفعل أم الفاعل؟ الفاعل. قولي للمرة الأخيرة، هل هو الفعل أم الفاعل؟ الفاعل. نعم صح يا صديقتي، إنه الفاعل. شكرا لك على هذه الإجابة، اسمحوا لي بهذه الاستراحة القصيرة. لقد كنا، ما هي آخر أخبارك؟ أعذروني، فأنا في عجلة من أمري يا أصدقائي، أريد الذهاب إلى مكتبات تهامة، لأنني عرفت بواسطة مصادري الخاصة أن هناك الكثير من المنتجات المتنوعة، ومنها قصص فيشر برايز الشيقة ومنتجات نيو بوي الممتعة وأشرطة كونان الجزء الثاني وبوكيمون لذلك أريد أن أكون من أوائل الواصلين إلى هناك. ألقاكم هناك يا أصدقائي، إلى اللقاء. سأتلقى اتصالا من صديقة وأبقى واقفا دائما. هل تستطيع أن تعرف من أنا؟ مروحة. هيا يا ناصر. المروحة. اللمبة. ساعدك كلام. أنت لا تحبني، كيف سأساعدك؟ حسنا يا صديقي، أنا أمزح معك. شيء يكون في الشارع وليس في البيت.
شبه. ماذا؟ ماذا هي؟ أسرع يا صديقي. الإشارة. ماذا ماذا ما هي؟ الإشارة. الإشارة الضوئية؟ إشارة المرور. صح، نعم إنها إشارة المرور. صح، أحسنت يا صديقي ناصر. شكرا لك، شكرا لكم أصدقائي من كل أنحاء الوطن العربي. شكرا لكل من اتصل بي. سأتلقى اتصالا من صديقي عبد الله. ألو، مرحبا يا عبد الله. عبد الله. نعم، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تسمى كسرى، أليس كذلك؟ هل سمعتها في حلقات ماضية؟ نعم. ماذا تسمى القطعة من الثوب؟ ماذا تسمى القطعة من الثوب؟ خرقة. صح، نعم، أحسنت يا صديقي، شكرا لك. أصدقائي، الشكر الكبير لكل أصدقائي الذين يرسلون إلي كل يوم الكثير من الرسائل التي تحمل بين طياتها معاني الود والإخلاص والتي تحتوي على الكثير من المعلومات. لا تنسوا شعاري أبداً، راقب، فكر، حلل، استنتج، ثم أجب. أصدقائي، اتصلوا على الأرقام الجديدة من داخل البحرين 900200، ومن خارج البحرين 00973900333. شكرا لكم أحبتي من كل أنحاء الوطن العربي. ألقاكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء يا أصدقائي. شباب المستقبل.